بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي. في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنحل امتحان الدور التاني 2023 ستاتكس. جايبين لك ورقة الامتحان زي ما هي عشان تشوف المنظر كده وتبقى عارف الوضع هيبقى عامل معاك ازاي وانت بتمتحن بإذن الله. تعالى كده مع بعض نشوف الأسئلة. طبعا طبيعي بيبدأ الأول بقى بالتعليمات والبابل شيت والكلام ده. السؤال الأول تشوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل جاي يقول لي in the given figure، الراجل رسم لي الرسمة دي. AB is a uniform rod of length 4 meters. طبعا uniform يبقى الويت نازل من النص، هنا 2 وهنا 2. هو بقى قسم ال 2 دي 1 و 1. قال لي ان الويت 60، جينا من النص ولقيته منزل 60، كتر خيره هو اللي منزل. It rests with its end A on a smooth horizontal plane. يعني ده كده horizontal plane، فطبعا بيبقى normal reaction perpendicular على البلين. يعني ما دام دي 45 يبقى دي كمان 45. The rod can rotate easily about a fixed horizontal pin passing through a small hole in the rod at the point N belongs to AB. يعني هنا يا جماعة في pin أو مسمار احنا معلقين الرود ده بيه في الحيطة، والرود ده ممكن يلف حوالين المسمار ده rotate easily. طيب بيقول لي if the rod is pulled from the end B by the force F perpendicular to AB until the magnitude of the reaction at A and the weight Allah form a couple and the rod became in equilibrium position يبقى ال F بكام؟ سؤال تحفة. بص يا باشا، الراجل بيقول لك ان في فورس اللي هي B دي perpendicular على البلين او على الرد، قعد يشد الرد لغاية ما الرد ده حصل له equilibrium لما بقت الرياكشن والويت couple. طب اولا يا جماعه ما دام تو فورسز كابل هما اوبوزيت ان دايركشن ونوت سيم لاين اوف اكشن يبقى اكيد ايكوال ماجنتيود. يبقى اول خبطه ان الار ايكوال 60، كده انا اول حاجه جبتها ان الار دي ب 60. تاني حاجه قال لك ان الرود ده بقى ايكوليبريم. طب ازاي يا جماعه في كابل ويحصل ايكوليبريم؟ المستر دايما يقول لنا عمر ما كابل يحصل له ايكوليبريم غير مع كابل تاني زيه. الله، طب فين الكابل التاني؟ اكيد هيبقى الاف، ايوه، مع الرياكشن بتاع البن، رياكشن المسمار. طب الاقي ناس عاملينه كده والاقي ناس عاملينه كده. يا باشا خلي بالك، انت كده قلنا الكابل عمره ما يحصل له ايكوليبريم غير مع كابل تاني، فعشان الاف تعمل كابل مع الرياكشن بتاعت البن يبقى لازم رياكشن البن يبقى في الاتجاه ده. هسميها ار داش مثلا عشان دي كان اسمها ار. ليه يا مستر؟ عشان يبقى الاف والار داش عاملين كابل ايكوال ماجنتيود اوبوزيت ان دايركشن نوت سيم لاين اوف اكشن. طيب كده ادي اول كابل ال 60 وال 60، تاني كابل الاف والار داش. ما دام عملوا ايكوليبريم يبقى لازم المومنتس بتاع الكابل الاولاني بلس التاني يديني زيرو. طب يلا بينا، مومنت الاولاني طبعا كده كلوك وايز يبقى نيجاتيف 60 نورم في نورم في ساين الانجل في نورم اللينث ده اللي هو 2 meters في ساين الانجل اللي هي دي 45 ودي 90 يبقى اكيد دي كمان 45، اللي هو لو دي كان اسمها ثيتا دي 90 ماينس ثيتا. لو كانت دي ساين ثيتا يبقى دي كوزاين ثيتا عشان 90 تشينج، بس خلاص المره دي في رقم. طيب ده اول كابل بلس الكابل الثاني انتي كلوك وايز، هستخدمها اف عشان هو عايز الاف. اف نورم في نورم اللي هو 1 في ساين الانجل اللي هي 90، ماشي يا عم هو في ساين 90 اللي هي كانها اف في ال ساين 91، كل ده ايكوال زيرو. احسب معايا يا نجم مصر، اف في 1 في ساين 90 اسمها اف ايكوال. مشي الكلام ده كله الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، احسب تطلع 60 روت 2. يبقى اول سؤال عندي اجابته 60 روت 2. سؤال يا جماعة جميل جدا جدا جدا. طبعا هو باختلاف النماذج، في نماذج ما فيهاش السؤال ده اول واحد، لكن في نماذج تانية ده اول سؤال ما فيش اي مشكلة. السؤال التاني اداني فورسز اف 1 واف 2 واف 3 اكتف بوينتس A و B و C بالترتيب كده. قال لي ان السيستم ده equivalent to a couple then norm of its moment equal نقط. طيب اولا يا جماعة ما دام السيستم ده الراجل قال لي انه equivalent to a couple، طيب اقدر ازاي اجيب المومنت بتاعه؟ هو مومنت about any point. كمان مرة، من احدى شروط
الكابل او من احدى حالات الكابل، لو عندي 3 بوينتس 3 نون كولينير بوينتس زي الاي والبي والسي مثلا، اقدر وفي فورسز هنا معديه بيهم، ازاي اجيب مومنت الكابل؟ هو مومنت اباوت اني بوينت في الثلاثه. فتعالى مثلا نجيب سم المومنتس اباوت اي، هي هتبقى دي مومنت الكابل. يلا يبقى اي بي كروس مين؟ البي بتاثر فيها اف 2، يبقى كروس اف 2 بلس اي سي اكيد كروس اف 3. يلا بينا يا فنان مصر. اي بي يعني بي ماينس اي، اعمل كده بي ماينس اي 3 ماينس 1 ادي 2، 2 ماينس 0 ادي 2، كروس اف 2 نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3 بلس اي سي، يبقى سي ماينس اي يبقى نيجاتيف 2 و7 كروس اف 3 اللي هي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. طبعا كلنا عارفين ال2 دي في الكروس برودكت بضرب الاكستريمز في بعض ماينس المينز في بعض، يعني اللي بره ماينس اللي جوه. 2 في نيجاتيف 3 ادي نيجاتيف 6 ماينس ماينس 8 يبقى 2 كي طبعا عشان اي كروس جي طلع كي بلس، ده كده 8 وده كده نيجاتيف 7، 8 ماينس ماينس 7 بقت بوزيتيف 15 كي، 2 بلس 15 يبقى الانسر 17 كي فيكتور. هو عايز نورم يبقى الانسر 17. سؤال طبعا يا جماعه معتاد وبيتكرر كتير قوي. كويستشن 3، اف ذا فورس اف ايكوال نيجاتيف 12 اي بلس 16 جي، اكتف بوينت اسمها 2 و 3. طيب طلب مني النورم اوف ذا مومنت اوف ذا فورس اف اباوت ذا اوريجين بوينت، ده جاي يهزر يا جماعه. ليه؟ هنا اداني ان الاف نيجاتيف 12 و 16 اللي هي الاي والجي، اكت يعني بتاثر في بوينت اسمها 2 و 3 نسميها مثلا بوينت اي، طلب مني نورمال مومنت اباوت الاوريجين بوينت يعني اباوت الاو اللي هي 0 و 0. كلنا متعودين عايز المومنت اباوت او يبقى ابدا من الاو، اوصل من الاو لبوينت تبقى موجوده على لاين اوف اكشن اوف ذا فورس، يبقى او اي كروس اف بمنتهى الشياكه عشان ما تخافش ان الامتحان كله يا مستر هيجي صعب وبتاع، مفيش الكلام ده. او اي كروس اف، او اي يعني اي ماينس او، تديني 2 و 3 عشان ال 0 و 0 ملهاش لازمه. الاف نيجاتيف 12 و 16 نفس القصه يا زميلي، اكستريمز ماينس مينز، 2 في 16 ادي 32 وده كده نيجاتيف 36، 32 ماينس ماينس 36 يبقى 68 كي. هو عايز برضو نورم، فين يا مستر نورم؟ يبقى من غير الكي فيكتور يبقى الانسر 68. خلي بالك ان هي لو نورم وطلب، لو هي بالنيجاتيف وطلب النورم برضو هقول 68 من غير النيجاتيف. خلي بالك الله يرضى عنك، عشان نورم لازم يطلع لك بالبوزيتيف يا باشا مصر. طيب كلام جميل، ندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا راجل جاي بيقول لي ان ذا جيفن فيجر، رسم لي الفيجر الجميل والطعم ده اللي قدامنا. جاي بيقول a body of weight 60 كيلوغرام دوت ويت is placed on a rough plane، خلي بالك ده رف، inclined على الهوريزونتال بانجل 45. حلو، if a force of magnitude 20 root 2 اللي على الرسمه دي، نصغر بس ثواني عشان نعرف نقرا، acted on the body in the direction of the line of greatest slope of the plane upwards. هنشوف قال لي about to move ولا لا. The body will be about to slide down. الله على الجمال. Then the coefficient of static friction between the body والplane equal نقط اللي هو الميو اس. طيب يجي لي بعض الناس المحترمه يقولوا لي يا مستر بص حضرتك معلمنا حاجه، اطلع فوق بالنورمال رياكشن، اطول اللاين بتاعه دي 45 يبقى دي 45، اعمل ريسولف للويت هنا 60 كوساين 45، هنا يا مستر 60 ساين 45. ايوه انا معلمك كل ده لغايه هنا. بعدها بقى جه الوقت ان احنا نحط الفريكشن فورس، مش هحطها اف، انا هحطها اف اس اللي هي ميو اس ار او ميو اس ان. طيب كلام جميل، يجي لي بقى ناس يقولوا يا مستر ايه الفورس الفوق يبقى الفريكشن لتحت، اقول له اوبا انت كده بقى عملت الغلط مع نفسك. هيقول لي ليه؟ هقول له عشان المستر ما قالش كده. لو الناس فاكرة المستر قال ايه، انا قلت دايما بحط الفريكشن فورس عكس اتجاه الحركة المتوقعة،
الراجل هنا قال لك سلايد، بص اهو سلايد داون يعني الحركة المتوقعة لتحت، يبقى الفريكشن لفوق ميو اس ان او هنا مسميها ار، يبقى ميو اس ار. ابدأ بقى اشتغل مسألتي up equal down right equal left. up equal down يعني ال r equal 60 cosine 45 اللي هي 30 root 2. right equal left، تعالى كده نكتب right equal left بقت ميو اس ار، ما هي الار ب 30 root 2 يعني 30 root 2 ميو اس بلس 20 root 2 كل ده equal left اللي هو 60 sin 45 يطلع برضو 30 root 2. ماشي ال 20 root 2 بالماينس هناك، بقت كده 30 root 2 ميو اس equal 10 root 2 ديفايد روت 2 ناحيتين. ماشي ال 30 بالديفايدد يبقى الميو اس 10 على 30 اللي هي 1 اوفر 3. جميل يا شباب وما فيهاش اي ازمه. الازمه الوحيده لو انت غلطت وحطيت الفريكشن تحت. يا جماعه الفريكشن مش دايما عكس الفورس، الفريكشن عكس اتجاه الحركه المتوقعه. تمام. سؤال رقم 5 جاي بيقول لي ابادي اوف ويت 30 كيلوغرام دوت ويت is placed on a rough horizontal plane. The coefficient of static friction between the body and the plane 4 على 3 اللي هو الميو اس. If a horizontal force of magnitude F كيلوغرام دوت ويت زي ما واضح قدامكم acts on the body to make it about to move. يبقى كده limiting. يعني اف اس اللي هي ميو اس ار. يبقى الاف بكام؟ طيب هنشتغل شغلنا الطبيعي، اطلع فوق بالار او بالان اللي هي النورمال رياكشن. اتجاه الحركة المتوقعة المرة دي الفورس بتزحلقها يمين، أكيد يبقى اتجاه الحركة المتوقعة يمين، يبقى الفريكشن شمال. مش هكتب فريكشن، ده أنا هكتب اف اس اللي هي ميو اس ان. كلام فاضي جدا طبعا يا باشا مصر. يلا بينا. up equal down يبقى ان equal 30، right equal left يعني الاف equal ميو اس ان. طب ما هي الميو اس ب 4 over 3 تايمز الان لسه جايبها ب 30، تطلع الانسر على الكالكليتور 40 كيلو جرام دوت ويت. يعني بمنتهى الامانه لغايه دلوقتي يا جماعه انا شايف الموضوع لطيف جدا جدا جدا. طيب خش يا مستر بقى اللي مش لطيف يا مستر، ما هو شكله رخم اهو. تعالى بس يا باشا معايا كده وما تقلقش. السؤال هنا يا جماعه جاي يقول لك ايه؟ انزل كده شويه. A set of coplanar forces. حلو. Act at the points C و B و D و E زي ما انت شايف، ادي الـ E وادي البي وادي الدي وادي السي، كل واحدة عندها فورس معينة. طيب جاي بيقول if the sum of algebraic measure of the moments of these forces about the point A، خلي بالك هيديك sum moments about A equal 68 then the magnitude of F equal نقط نيوتن. يعني مش عايز اقول ايه، يعني سؤال شكل على الفاضي بمنتهى الامان. هو الراجل اداك ان سام المومنتس ب 86، مش 68 معلش، 86 نيوتن. سام مومنتس فين؟ اباوت ايه؟ طب ما انا هشتغل معاك فورس فورس ونجمع سام المومنتس اباوت الاي ونساويها ب 68 ب 86. يلا بينا. طبعا بمنتهى الشياكه هو مديك كله بيربنديكولار 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 بيربنديكولار، يعني كلها اف في ال يا شباب. بس خلي بالك من الكلوك والانتي كلوك، هنا ده انتي كلوك يبقى 15 تايم، ده كله كده لغايه الاي ب 6 اف اف ال الفورس في المسافه لغايه البوينت اللي بلف حواليه. طيب دي كده كلوك يبقى ماينس 8 باي 3، ال 16 انتي كلوك يبقى بوزيتيف 16 تايم كام دي؟ 5. الاف اللي هو عايزها كلوك يبقى نيجاتيف اف تايم المسافه لغايه الاي 1 بلس 5 يعني 6. كل ده الراجل قال ايكوال 86. يلا انا وانتوا نحل ايكويشن. 15 باي 6 تعالوا نحسب كده. دي كده 90 صح كده؟ ودي كده 24 ماينس يعني و16 باي 5 ادي كده 80. 90 و80 يا معلم 170. 170 ماينس 24 يبقى 146. ولا كام؟ 146 مشيها بالماينس هناك، يبقى نيجاتيف اف تايم 6 ايكوال 86 ماينس 100. احنا قلنا كام؟ 46. يا رب نحسب صح بقى.
86 146 يعني يا زميلي كام؟ 60؟ اللي هي نيجاتيف 60 يعني. نيجاتيف 60. شيل النيجاتيف مع النيجاتيف وديفايدد 6 يطلع الاف ايكوال 10. يا رب نبقى حسبناها مظبوط. يبقى الاف ايكوال 10 نيوتن. طيب كلام مظبوط. تعالى كده ندخل على اللي بعده. بس طبعا احسب ورايا كده بالكالكليتور عشان لو احنا ايه اي حسبه او حاجه ضحكت علينا يعني، بس هي ان شاء الله كده مظبوط، يبقى طلع الاف ب 10 باذن الله. كويستشن 7. الراجل جاي يقول لنا يا جماعه if a force of magnitude 10 root 2 force unit acts at the origin point and its line of action is in the direction of the vector 0 1 1. حلو، خلي بالك مدي لك اللاين اوف اكشن بتاع الفورس في الدايركشن بتاع الفيكتور 0 1 1. Then the norm of the moment of this force about the point negative 2 0 negative 1. حلو قوي. ادي يا جماعه فورس النورم بتاعها او الماجنتيود بتاعها 10 روت 2. ماشي. اكت عند الاوريجن بوينت، بتاثر في الاوريجن بوينت اللي هو 0 0 0 عشان ده 3 دي. And its line of action، اللاين ده غير بقى اللون كده. الدايركشن فيكتور بتاعه 0 و1 و1. حلو، قال لك يبقى نورمال مومنت اوف ذيس فورس اباوت ذا بوينت كذا اللي هي نيجاتيف 2 و0 ونيجاتيف 1، خلينا نسميها ايه مثلا. يبقى المفروض عشان اجيب نورمال مومنت اقول اي او كروس اف، اهو مومنت اباوت اي تبقى اي او كروس اف فيكتور. الاي او يعني او ماينس اي. طب 0 ماينس ماينس 2 تبقى 2، 0 ماينس 0 يبقى 0، 0 ماينس نيجاتيف 1 بقت 1. كروس اف فيكتور بقى، خلي بالك انت عشان تجيب الاف فيكتور بتضرب النورم في اليونت فيكتور. طب النورم اللي هو 10 روت 2. طيب اليونت فيكتور بيبقى الفيكتور عن النورم بتاعه، انهي فيكتور؟ اللي هو الاتجاه بتاع اللاين. فين اتجاه اللاين؟ قال لك اتجاهه عند الفيكتور 0 1 1. 0 1 1 دي مش بوينت على اللاين، ده اتجاه الفورس بتاعي. يبقى يا مستر فيكتور 0 1 1 عن النورم بتاعه روت 0 سكوير بلس 1 سكوير بلس 1 سكوير يعني روت 2. خلاص يا زميلي شيل الروت 2 مع الروت 2، بقت 2 و 0 1 كروس، وزع ال 10 على الثلاثة 0 و 10 و 10. خلي بالك هي مسألة مجرد بس ستيبس، يعني هي واخدة وقت عشان ستيبس، لكن هي عادية جدا. ابدأ يلا بقى أجيب المومنت إزاي وهم 3 دي ديترمينانت زي ما أنت متعلم. I J K 2 0 1 وهنا 0 10 10. يلا نبدأ كده نفك مع بعض، إحنا متعلمين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يلا بينا كده يا اسد. كنسل الاي ده وده، يبقى 0 ماينس 10 يعني نيجاتيف 10 اي. طيب الجي خلي بالك انها بالنيجاتيف، كنسل الكولوم والرو، 20 ماينس 0 ب 20 وهي بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 20 جي. حلو قوي. الكي كنسل كنسل، 20 ماينس 0 ب 20 وهي بوزيتيف يبقى بوزيتيف 20 كي. قلت انا كده خلصت طلعتها، انا كده مطلعها از ا فيكتور، هو عايزها نورم. يبقى زي ما بنقول بايثاغرس يعني تجاوزا، روت 10 سكوير بلس 20 سكوير بلس 20 سكوير. طبعا سيبك من النيجاتيف عشان كده كده الباور 2 هتشيل النيجاتيف. حسبنا طلعت الانسر 30 مومنت يونت. طيب كلام مظبوط و100 100 وما فيهاش اي ازمه. تمام، خش لي يا جميل على السؤال اللي بعده. جماعه بيبقى في اسئله زي ما بنقول تجاريه، اللي هي ايه؟ اسئله كل عارفها بس بتاخد شويه وقت منك. السؤال اللي بعده. A body of weight 10 نيوتن is placed on a rough plane inclined على الهوريزونتال بانجل ثيتا. حلو قوي. If the body was about to slide down، اهو شفت اتجاه الحركه المتوقعه لتحت، و about to slide يبقى limiting friction ميو اس ان. When the limiting friction force، خلي بالك بقى limiting friction force 5 root 3. ما هي مين يا مستر ال limiting friction force؟ كلنا عارفين ان هي المفروض ميو اس ان اللي هي الاف اس. بص بقى
المستر معودك تعمل هنا نورمال رياكشن، تنزل هنا بالاكستنشن وتحط ثيتا، تقول تن كوساين ثيتا، امسح خلاص، وهنا تن ساين ثيتا. جميل جميل. خلي بالك بس احنا هنقولها كده في كام طريقه هنعمل. هنا مفيش فورس بتزقها صح، بس قالك انها اباوت تو سلايد داون. ما دام الحركه المتوقعه لتحت يبقى الفريكشن لفوق اللي هو ميو اس ان، ميو اس ان على بعض هو اديها لك اللي هي كام 5 روت 3. فالمفروض اقول اب ايكوال داون، بس الاهم دلوقتي رايت ايكوال ليفت. ميو اس ان اللي هي 5 روت 3، نكتب 5 روت 3 ايكوال 10 ساين ثيتا. خلاص يا باشا مصر، مشي ال 10 بالديفايدد، يبقى ساين ثيتا ايكوال لما ال 10 تيجي تحت 5 روت 3 على 10، 5 هتروح وال 10 هيتبقى 2، يعني روت 3 على 2. شفت ساين روت 3 على 2، يبقى الثيتا ايكوال على الكالكليتور 60 ديجري. يعني يا جماعه انا عايز اقول ان الكويزس والامتحانات بتاعتنا اصعب من الكلام ده بمنتهى الامان. تقول لي يا مستر لسه بدري، هقول لك ماشي اصبر وهتشوف. كويستشن 9. A body of weight W kilogram dot weight placed on a rough horizontal plane. If a force of magnitude half W kilogram dot weight that inclines على horizontal بانجل 30، يعني الانجل دي كده يا جماعه 30 ديجري. Acted on the body to make the body about to move. اهم كلمه عندي. Then the coefficient of static friction between the body and the plane برضه بيسال عن الميو اس ايكوال نقط. طيب اعتقد يا جماعه احنا عمالين نعمل الحوار ده كتير قوي بصراحه. يعني هنا المفروض بطلع النورمال رياكشن بتاعي، ده رف والحركه واضح قوي انها هتبقى في اتجاه الرايت، يبقى الفريكشن ليفت. مين الفريكشن؟ ميو اس ان. طب مستر اسلام محذرك ان لو الفورس بتاعتك انكلايند ما تشتغلش كده، لازم تعمل لها ريزوليوشن. هتيجي هنا هاف دبليو كوزاين 30، وهتيجي فوق هاف دبليو ساين 30. جميل قوي. ابدا اعمل لنفسي ايكويشنز اب ايكوال داون ورايت ايكوال ليفت. طب يلا كده نبدا انا وانت. اب ايكوال داون بقت ان بلس طبعا هاف دبليو ساين 30 بهاف، هاف هاف بقت كوارتر دبليو، كل ده ايكوال دبليو، مشي كوارتر دبليو بالماينس، يبقى ان ايكوال 1 دبليو ماينس كوارتر دبليو يبقى 3 اوفر 4 دبليو. حلو. رايت ايكوال ليفت بقى هاف دبليو كوزاين 30، كوزاين ال 30 اصلا بروت 3 اوفر 2، لما تضرب في هاف بقت روت 3 اوفر 4 دبليو. حلو. ايكوال ميو اس ان، طب ما تشيل الان وتحط 3 اوفر 4 دبليو، يعني مضروبه في 3 اوفر 4 دبليو. انا بنجز معاك عشان انت في الامتحان كمان تنجز كده. خلصت المساله، شيل الدبليو مع الدبليو كان المساله ديفايد دبليو الناحيتين ليفت ورايت، ماشي 3 اوفر 4 بالديفايدد، يبقى ميو اس ايكوال روت 3 اوفر 4 ديفايدد 3 اوفر 4، ال 4 راحت مع ال 4 يبقى الاجابه روت 3 اوفر 3. لو ما لقيناهاش في الاختيارات هي 1 اوفر روت 3. تعالى كده نشوف انهي واحده. لا روت 3 اوفر 3 موجوده اهو زي الفل، يبقى الكلام بتاعنا صح. طيب اللي بعده. In the given figure الراجل اداك يونيفورم رود، يعني الويت نازل من النص، ادي كده 50 وكده 50 زي الفل. هنا سبورت عند السي وسبورت عند الدي، اهم تو سبورتس. قال لك the maximum weight can be suspended from B such that the rod is still in equilibrium. النوع ده يا جماعه بيبقى حلو قوي. انا عايز اعلق من هنا ويت هسميه دبليو. قال لك انا عايز الماكسيمم ويت علشان الرد يفضل ستيل ان اكويليبريم. طيب ركز بقى معايا في الكلمتين اللي هنقولهم عشان الموضوع مهم جدا جدا جدا. بص يا باشا، انا دلوقتي هعلق ويت اضافي من عند البي، وعايز ان الكلام ده يفضل اكويليبريم. بمنتهى الشياكه والعقل، احنا لما نحط هنا الماكسيمم ويت، خلي بالك لو انت زودت على الماكسيمم ويت يعني جرام واحد، ايه اللي هيحصل؟ الرد ده هيبدا يحصل له روتيت، هيلف. يعني انا ما دام تقلت من عند البي، الرد هيبدا يلف كده. طب لما الرد يلف كده يبقى مش هيبقى فيه رياكشن عند سبورت السي،
ما هو الرد هيبقى يعتبر مش دايس عند السي، ما هو هيبدا يلف، هو لازال دايس عند الدي لكن خلاص ما بقاش دايس عند السي. فاحنا متعلمين دايما ماكسيمم ويت او ماكسيمم ديستانس او الكلام ده، بنقوم لاغيين الرياكشن البعيد عنها علشان خلاص كده هيبقى التقل كله عندنا، فكده ار 1 بقت بزيرو خلاص، اعتبرها مش موجوده. طيب وبعدين يا مستر؟ بمنتهى الشياكه انا مش عارف ار 2 ولا عارف الدبليو، طب انا عايز مين؟ الراجل قال لي انا عايز الدبليو، يبقى هات المومنت عند الدي عشان تكنسل الار 2 بالمره. يعني هقول ما دام ايكوليبريم يبقى سم المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو، صح كده؟ يلا نجيب سم المومنتس اباوت دي كده، نيجاتيف 12 40 نيجاتيف 12 باي 40 بلس عشان انتي بقى دبليو في 10 يعني بلس 10 دبليو، كل ده يا باشا ايكوال زيرو. نيجاتيف 12 40 ادي نيجاتيف 480، مشيها بالبوزيتيف يبقى 10 دبليو ايكوال 480 ديفايد 10 يبقى الدبليو طلع ب 48. سهله جدا جدا جدا، شغل دماغك هتلاقي الموضوع بسيط لابعد الحدود. طيب يلا بينا بقى ندخل على الاسئله اللي هي بدرجتين. سؤال رقم 11، سؤال جاي بيقول لي ان ذا جيفن فيجر اي بي سي دي از ا ريكتانجل، خلي بالك مش سكوير، خلي بالك ليه؟ عشان في الريكتانجل لو رسمنا هنا دياجونال دي مش 90. طيب if a force of اداني الاي بي ب 10 والبي سي ب 8 وفورس ماجنتيود 20 اكتف بوينت اسمها سي ان دايركشن ميكن انجل ثيتا مع السي دي، طب حلو قوي، طلب مني ايه؟ بيقول لي ان الكوزاين الثيتا 4 على 5، اقوم انا راسم لنفسي تراينجل، ادي الثيتا الكوساين ادجيسنت يبقى 4 هايبوتنس 5 يبقى الاوبوزيت ب 3 ريشيو طبعا بايثاجوراس. طلب مني ام ايه يعني مومنت اباوت ايه ايكوال كام؟ هي سهله قوي ولا انا بتهيالي؟ في واحد يقول لي يا مستر انا هوصل من الاي لغايه بوينت بيربنديكولار على الفورس، في ناس بتفتكر ان الاي سي، هي دي الغلطه بقى، ان الاي سي اللي هو الدياجونال في الريكتانجل بيكون بيربنديكولار على ده، لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده ممكن يبقى في السكوير، لكن الدياجونالز الريكتانجل ايكوال لينث مش بيربنديكولار على بعض. فانا هعمل ايه؟ اسهل حاجه هريسولف ال 20 بمنتهى الشياكه، 20 كوساين ثيتا بس كده، 20 ساين ثيتا. الهوريزونتال فورس يتضرب في الفيرتيكال ديستانس. اما الفيرتيكال فورس تتضرب في الهوريزونتال ديستانس، خلص الكلام. يبقى 20 كوزين ثيتا كده بالبوزيتيف تتضرب في ال 8، يبقى 20 كوزين ثيتا اللي هي ادجيسنت على هايبوتنس ب 4 اوفر 5 تتضرب في ال 8، ادي اف في ال. طيب ال 20 ساين ثيتا ده فيرتيكال يتضرب في الهوريزونتال، هو برضو كده هيلف انتي كلوك وايز عشان لو لف كلوك هيخبط في الاكستنشن ده قبل ما يوصل لل ايه، يبقى بلس 20 ساين ثيتا اوبوزيت على هايبوتنس يعني 3 على 5، اف في ال، ال بتاعتها اللي هي 10 سنتيمتر. هنقعد بقى نحسب يا باشا مصر، كده 16 في 8 دي يبقى 144 تقريبا، ودي كده 120، احسب تبقى 248 في الاخر خالص نيوتن دوت سنتيمتر. طبعا طلع بالبوزيتيف علشان زي ما قلنا كلهم انتي كلوك وايز. جميل، كانت 124 ماشي خلاص حسبناها كده تمام. ان ذا جيفن فيجر الراجل اداني اي بي از ا واير، خلي بالك، اوف يونيفورم ثيكنس اند دنسيتي، متعودين على الكلمه دي جدا. اتس لينث از 150، يعني اللينث كله 150، هنا 30 يبقى هنا 120 سنتيمتر اللينث ده كله. جاي بيقول لك the wire is bended at the point C، يعني الواير ده تانيته عند point C on the rod where BC ب 30 و measure of angle ACB ب 90، then the center of gravity of the wire with respect to CA and CB. حلو، ركز بقى معايا، كلنا عارفين ان لما بيقول لي uniform thickness and density بيبقى الواير الماس بتاعه proportional مع length. تمام؟ تمام. ده 30 وده 120، يعني انا لو عملت ريشيو 120 على 30 هيطلع دي قدها اربع مرات، يعني 4 to 1. ف
فانا هسمي الصغيره 1 ام هتتحط في ال 100 بوينت بالظبط. 1 ام ما دام يونيفورم واير بيتحط في ال 100 بوينت بالظبط. طب ال 120 هتبقى قدها اربع اضعاف يبقى 4 ام تتحط في ال 100 بوينت بالظبط. السنتر اوف جرافيتي محتاج منك حاجتين، محتاج ماس جبناها عشان الماس بروبورشنال مع اللينث، ومحتاج كوردينتس. لو اعتبرنا السي هي الاوريجين بوينت 0 0، يبقى اول واحده 15 و0 عشان في النص، تاني واحده الكبيره نص ال 120 يبقى 60 و0. في ناس طبعا بتحسب اكس جي لوحدها وواي جي لوحدها، وفي ناس زي حالتي بيحسبوها خبطه واحده. ام 1 في ار 1 وزع كده بقت 15 ام و0 بلس، عشان دي مش حاجه اتشالت مش بالماينس. ام 2 في ار 2 4 ام في 60 240 ام، 4 ام في 0 بقت 0 اوفر ام 1 بلس ام 2 اللي هي 5 ام. اجمع يلا 15 ام بلس 240 ام ادي 255 ام. 255 ام ديفايدد 5 ديفايدد 5 تبقى كام كده يا باشا؟ كده تبقى 51 ولا كام؟ 51. طيب التانية 0 بلس 0، استنى احنا هل في حاجة احنا حاسبينها مش مظبوطة؟ يعني 51 و0 ولا ايه بالظبط؟ مفيش عندنا 51 و0، استنى كده، هل في حاجة احنا حاسبينها مش مظبوطة؟ ادي كده الام 15 و0 ده مظبوط. اه شفت الغلطة 0 و60، يا خبر ابيض على اللي انا عملته. شفت يا جماعة غلطة تافهة جدا، كوردينتس 0 و60 مش 60 و0. مشكلة. فتبقى دي 15 ام و0 صح، لكن دي بقى هتبقى 0 خلي بالك و 240 ام. فبقت 15 بلس 0 على 5 فبقت 3 عشان الام راحت مع الام. 0 بلس 240 على 5 يعني 48. فتطلع الإجابة 3 و48. بنعتذر يا جماعة خطأ فعلا ما ينفعش إن احنا نغلط فيه تماما. فلقيت واحد بيقول لي يا مستر هي 3 و48 ولا 48 و3؟ هقول لك تعالى كده أفهمك حاجة. الراجل قال لك with respect to CL الأول بعدين CB. فلقيت واحد غلط قال لي يا مستر ما هو CL اللي هي الواي. هقول لك يا بني آدم أيوه، هو عايز يعرف السنتر أوف جرافيتي بتبعد قد إيه عن CL الأول. طب ما هو البعد عن الواي اكسس بيبقى قد الاكس، والبعد عن الاكس اكسس بيبقى قد الواي، عشان كده التزمنا بالترتيب اكس الاول وبعد كده واي. جماعه خطا كوردينتس اوعوا تقعوا فيه. جميل. كويستشن 13، الراجل جاي يقول لنا ان ذا فيجر او ان ذا جيفن فيجر او اي بي از ا تريانجولار لامينا، لامينا مش واير، يعني دي كده كانها مقفوله حته حديده كده صفيحه. Of uniform thickness and density برضو. The straight line CD فين هو مستر؟ اهو. Whose equation x equals 6 يعني معدي عند D هنا عند ال 6 يا شباب، يعني D 6 و 0. Intersects the two sides AB and AO at the two points C و D. قال لك ان ال OB equal OA 9 و 9 يعني ده isosceles، وهنا دي 90 يعني هنا 45 مبدئيا يعني، ودي 90 ادي 45 تانية، انا بتكلم كانجلز يعني. طيب if the triangle ACD الصغنون ده is cut off then the center of gravity of the remaining part with respect to the two axes. طبعا يا جماعة cut off ده معناه ان هنشتغل negative mass method، ان عندي جزء اتشال فاكيد الجزء ده هيتشال بالنيجاتيف. طيب تعالى كده يا باشا نعملها انا وانت بمنتهى الشيك. يلا نجيب كوردينتس. ال A عندي 9 و 0، ال D 6 و 0 حلو، ال B 0 و 9 اوعى يا مستر حلو قوي. ال C بقى تعالى نشوف ال C دي هنجيبها ازاي. ركز، مش الترانجل الصغنون ده كمان ايسوسلس؟ هتقول لي اه يا مستر ايسوسلس. هقول ليه ايسوسلس؟ عشان 45 و 45. طيب المفروض OA كلها ب 9، الاو دي ب 6 يعني متبقي هنا 3، يبقى دي كمان طلعت لفوق 3، يبقى سي كوردينتس 6 على الاكس و3 على الواي.
طب يا مستر حضرتك بقى قول لي هتشتغل المسألة دي ازاي؟ هقول لك تعالى لي يا باشا كده بقى بمنتهى الشياكة. احنا عارفين دلوقتي ان تراينجل سي اي دي سيميلر للتراينجل بي اي او عشان التو لاينز دول بارالل تو ايتش اذر. فكان ممكن حد اصلا يجيب الثري ده عن طريق السيميلاريتي مش عن طريق اللي انا عملته الايسوسيلس والاثنين صح. كان هيعملها ازاي سيميلاريتي؟ كان هيقول 3 على 9 كلها ايكوال دي سي على 9 كلها، فكانت هتطلع له برضو 3. طيب احنا يا مستر مدام لامينا ويونيفورم ثيكنس اند دنسيتي، ساعتها كان بيكون الماس بروبورشنال مش مع اللينث، بروبورشنال مع الاريا. يبقى انا عايز اجيب اريا الصغير واريا الكبير، اجيبها بكذا طريقه. ممكن اقول هاف تايم بيس تايم هايت، محدش يقدر يكلمني. ممكن اقول اريا على اريا ايكوال سايد على سايد باور 2، برضو محدش يكلمني. طيب تعالى نعمل بالسهله الاول، هاف تايم بيس تايم هايت وخلاص. اريا الصغير هاف تايم 3 تايم 3، هاف تايم 3 تايم 3. طيب ريشيو لاريا الكبيره هاف تايم بيس تايم هايت يعني هاف تايم 9 تايم 9. لو حسبناها 9 على 81 يعني 1 على 9، يعني الترانجل الصغير الاريا بتاعته او الماس بتاعته 1 ام، الترانجل الكبير 9 ام. طيب مش احنا يا جماعه لما كنا بنجيب الماس كنا بنحطه في المكان المناسب بتاعه؟ بالنسبه للترانجلز اكيد انت عارف كلمه اسمها سنترويد، فعند السنترويد الكبير هنقول 9 ام، وعند سنترويد الصغير هنقول 1 ام. لقيت واحد قال لي يا مستر طيب انا موافقك بس دايما مش بعرف اجيب السنترويد الكوردينتس بتاعه. هقول له تعالى يا عم اعلمها لك لاخر مره بقى. السنترويد بيتجاب بجمع الثلاثه فيرتسيز بتاع الترانجل اللي انا عايزه ديفايدد 3. يبقى لو اتكلمت على الترانجل الكبير 0 بلس 9 بلس 0 ادي 9 ديفايدد 3 يديك 3. 0 بلس 0 بلس 9 ادي 9 ديفايدد 3 يديك 3 ثانيه. طب الصغنون ابن الحلال ده 6 بلس 9 ادي 15 بلس 6 ادي 21 ديفايدد 3 اداني 7. شياكه قوي. طيب 0 بلس 0 ادي 0 بلس 3 ادي 3 ديفايدد 3 اداني 1. خلصت كده يا ابو الصحاب، جبنا كوردينتس وجبنا ماس، يبقى اقدر بمنتهى الشياكه اجيب السنتر اوف جرافيتي. بقولها للمره الاخيره، عايز تشتغل اكس جي وواي جي لوحدها او عايز تشتغلها الاثنين خبطه واحده زي براحتك، انا هعملها خبطه واحده. اضرب 9 ام في 3 و 3 بقت 27 ام و 27 ام. خلي بالك بقى ماينس عشان ده هيتشال كات اوف، اوعى تنسى ده هيتشال، ما تخليش الاربعه تنسيك. اضرب الام في 7 وال 1 7 ام و 1 ام. اوفر ام 1 ماينس ام 2 عشان هيتشال 9 ام ماينس ام ب 8 ام. احسب يا ابو الصحاب 27 ام ماينس 7 ام ب 20 ام، 20 ام على 8 ام، الام هتروح مع الام ديفايدد 4 يبقى 5 على 2. 27 ام ماينس 1 ام ادي 26 ام ديفايدد 8 ام، الام راحت مع الام 26 ديفايدد 8 يعني 28 26 على 8 اقسم على 2 يعني 13 على 4. ادي السنتر اوف جرافيتي اوف ذا ريميننج بارت 5 على 2 و 13 على 4. وارجع اقول تاني افكار متعودين عليها 1000 مره بس بتاخد وقت في الستيبس شويه. حلو قوي. السؤال اللي بعده ان ذا جيفن فيجر، الراجل بيقول ان الاي بي يونيفورم رود ويت 45، يعني ده من النص بالظبط، ان الاي دي قد الدي بي كلها. وبيقول ان الاند بي على رف هوريزونتال جراوند والاند اي على رف فيرتيكال وول، ده رف وده رف. كوفيشنت الاستاتيك فريكشن بتوين الرود والبوث جراوند والول 2 على 3، يعني ميو اس ده قد ميو اس ده. اف اويت 7 كيلو جرام دوت ويت از سسبندد ات ذا بوينت سي، في ويت هنا نزل ب 7. The rod will be about to slide then the normal reaction at the point B equal نقط. طيب بص يا باشا تعالى كده على الميل. اولا ده رف وده رف، احنا المفروض رياكشن الرف غير معلوم الاتجاه، فكنا بنقسمه لحاجتين نورمال رياكشن وفريكشن فورس، صح يا باشا؟ نورمال رياكشن وفريكشن فورس. ها
هنسمي مثلا هنا R1 ونسمي ده R2. طيب الفريكشن فورس قال لك ان الرود اباوت تو سلايد. سلايد يعني هيطلع الحركه المتوقعه ليه هنا لبره، يبقى الفريكشن لجوه ميو اس ار 2. طب من فوق هنا سلايد يعني هينزل لتحت، يبقى الفريكشن لفوق ميو اس ار 1. هو طلب مني ايه عشان نسينا؟ طلب نورمال رياكشن عند البي، يعني طالب الار 2 بكام. جنرال اكوليبريم ليها ثلاث كلمات، اب ايكوال داون، رايت ايكوال ليفت، سم المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. يلا بينا. اب ايكوال داون، اب اللي هي ميو اس ار 1، الميو اس كانت ب 2 على 3 يبقى 2 على 3 ار 1 ادي كده اب بلس ار 2 لسه برضه في الاب. ايكوال داون اللي هي 45 بلس 7 يعني 52. طيب اركنها على جنب ما طلعتليش حاجه. رايت ايكوال ليفت، رايت ميو اس ار 2 يعني 2 على 3 ار 2 ايكوال الليفت اللي هو ار 1. الله، تصدقوا كده مش محتاج اقول بقى سام المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال 0. طب ما كده ابدا خلاص اشتغل على طول وانجز حالي. تعالى كده، عشان كان هيبقى عندي اتنين فاريبلز ال واللينث والكلام ده، لكن هنا خلاص سبستيتيوشن على طول او اوميتنج اللي انت عايزه. الار 1 ب 2 على 3 ار 2، شيل ار 1 انا كده كده مش محتاجها، انا عايز ار 2 وحط مكانها دي 2 على 3 ار 2، فبقت 2 على 3 ار 2 مضروبه في 2 على 3 بقت 4 اوفر 9 ار 2 بلس ار 2 ايكوال 52. 4 اوفر 9 بلس 1 9 اوفر 9 يبقى 13 اوفر 9 ار 2 ايكوال 52. يبقى ار 2 ايكوال ماشي 13 اوفر 9 بالديفايد، فبقت 52 divided 13 over 9 تطلع الانسر 36. يبقى الإجابة بتاعت حضرتك 36 كيلو جرام دوت ويت. question 15 جاي بيقول لي the given figure اداني represent two parallel forces زي ما انت شايف 6F و 3 على 2F. ال AC كله على بعض ب 20. if the resultant R active point اسمها B then the length of AB equal كام؟ يا جدعان هي ليها 10,000 طريقة، عشان بس نبقى ايه ننجز حالنا. احدى الطرق اللي انا عن نفسي بحبها، هو في ناس طبعا يقول لي مستر sum المومنتس equal مومنت الصم، فيجيبوا sum المومنتس عند البي فيبقى بزيرو عشان هي مومنت الصم عشان معدية عليها الريزلتنت. في واحد تاني قال لي مستر انت علمتنا حركة. قلت له ايه يا معلم علمتك ايه؟ قال لي بص يا مستر انت عايز الاي بي سمها لي اكس، فدي يبقى اسمها 20 ماينس اكس. قلت لك وبعدين؟ قلت له يا مستر انت معلمني كل فورس على الديستنس اللي بين الاثنين التانيين، يعني لو عملت 6 اف على الديستنس بين الاثنين التانيين اكس ايكوال 3 على 2 اف على الديستنس بين الاثنين التانيين 20 ماينس اكس. ممكن اقول ايكوال الريزلتنت اللي هي مجموع الاثنين دول هيطلع بالاف برضه على 20 كلها. كله صح. خلينا في اي اتنين، شيل الاف مع الاف واعمل كروس مالتيبليكيشن هتلاقي سؤالك خلص. 3 على 2 تايم اكس بقى اسمها يا جماعه 3 اوفر 2 اكس ايكوال وزع ال 6 على البراكت 6 تايم 20 120 ماينس 6 تايم اكس 6 اكس ماشي ده بالبلس 3 اوفر 2 بلس 6 يعني بلس 12 على 2 تبقى 15 اوفر 2 اكس equal 120. مشي ال 15 over 2 بالديفايدد فتبقى 120 divided 15 over 2 طلع الانسر 16 سنتيمتر. دي يا جماعه احدى الطرق في طريقه المومنت، ما فيهاش اي مشكله، مومنت الصم equal صم المومنتس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ان اي بي سي دي از ارومبس. الرومبس يا جماعه الفور سايتس قد بعض والتو داجنوز مش قد بعض لكن بيربنديكولار وبايسكت اتش اذر. النص ده قد ده والنص ده قد ده وكمان بايسكت الانجل الفيرتكس اللي نازل عليها نصين ونصين. ما علينا. جاي بيقول لي الدياجونالز اي سي وبي دي 16 و 12. اه ده 16 يعني 8 و 8 ده 12 يعني 6 و 6. بنحضر بس كده للي احنا عايزينه. If the system of forces acts as shown in the figure is equivalent to a couple
The algebraic measure of its moment equal 396. جماعة algebraic measure يعني هو كده مديني الإشارة بتاعتها بوزيتيف، يعني لازم أنتي كلوكوايز. وطلب مني الـ F بكام؟ طيب فين اللي هو بيقول عليه كابل؟ هو كده يقصد الـ 3F مع الـ 3F عاملين كابل، والـ F والـ F عاملين كابل، مجموع المومنت بتاع الـ 2 كابلز 396. حلو قوي. طيب ال 3F وال 3F المومنت بتاعها سهلة عشان perpendicular، تبقى F في L، فتبقى 3F في 12، 3F by 12 دي سهلة. أما ال F وال F دول بقى ليهم كذا طريقة بمنتهى الأمانة. يعني في ناس يقول لي مستر نورم في نورم في ساين الأنجل، هقول لك ماشي ممكن ندخل ونجيب ساين الأنجل بس بايخة شوية. واحد تاني قال لي يا مستر طب بقول لك ايه، ما تيجي كده ننزل من هنا بيربنديكولار يبقى اف في ال. هتقول لي يا مستر يبقى انت كده ناقصك تجيب لي ال ده بكام، هقول لك طب يلا نحسب انا وانت ال بكام. كلنا عارفين زي ما قلنا ان الدياجونالز بيربنديكولار على بعض، وانت منزل رايت يبقى لو واخد بالك ده رايت نازل منه رايت، يبقى عشان تجيب الحته دي اكليديان لج في لج على الهايبوتنس 8 و 6 يبقى الهايبوتنس ده ب 10 سنتيمتر، يبقى دي لوحدها اللي هو الجزء الاخضر ده 8 باي 6 على 10 يعني 4.8، فتبقى دي قدها كمان 4.8. اجمع البربنديكولار كله 4.8 و 4.8 يبقى 9.6، يبقى اف في ال يعني نيجاتيف اف اللي عشان كلوك وايز في 9.6. كل ده المفروض قال كان ايكوال كام الراجل ده قال؟ 396. ابدا اشتغل 3F في 12 ادي 36F ماينس 9.6F ايكوال 396. 36 ماينس 9.6 26.4F ايكوال 396. ماشي 26.4 بالديفايدد بقيت 396 divided 26.4 equal 15 نيوتن. عشان خاطر يا جماعة اوعى تنسى اكليديان عملناها 10,000 مرة زمان، كنت دايما اقول لك لو لقيت رايت نازل منه رايت يبقى علشان تجيب اللينث ده اللي هو نازل منه البربنديكولار ده تعمل لج تايم لج على الهايبوتنس يدي لك البربنديكولار اللي نازل. سؤال جميل، احنا طلعنا الاجابة 15. السؤال اللي بعده رقم 17. طيب مديني شويه فورسز باينه قوي العمليه انها ان شاء الله سهله برضو. بيقول لي ان السيستم اوف فورسز ده برضو ايكويفالنت الكابل، برضو الميجر اوف اتس مو الجبريك ميجر المومنت 750، واداك شويه لينث زي ما انت باين قصادك وطلب منك الاف. طب يا جماعه هو يعني كانه بيعيد بصراحه نفس الافكار، يعني الموضوع سهل جدا يعني. طيب تعالى على المهل كده، الراجل اداني الجبريك ميجر اوف مومنت للكابل ده كله 750، طب باين قوي ان الروت تو اف مع الروت تو اف وال150 مع ال150. طب ما يلا كده انا وانت على مهلنا وبالراحه، تعال نجيب ال150 المومنت بتاعها سهله، تبقى نيجاتيف 150 عشان كلوك وايز ملتبلاي كام 2 و1 بقت 3، فبقت نيجاتيف 150 ملتبلاي 3. طيب الاثنين دول بقى هما مايلين، فما اقعدش بقى ازاول نفسي واشتغل حاجات صعبه وهي مايله. ريسولف يا باشا من غير ما تفكر، هنا وهنا وده ريسولف فين وفين، ما دام هو طالع كده يبقى لتحت ويمين. طيب هنا دي يا مستر روت 2f كوزاين 45 روت 2f ساين 45، نفس الكلام روت 2f كوزاين 45 روت 2f ساين 45. المفاجاه ان ساين 45 هي كوزاين 45، لا روت 2 على 2 او 1 على روت 2، فلما تتضرب في الروت 2 هتروح اصلا بقى اسمها اف، ودي بقى اسمها اف، ودي بقى اسمها اف، ودي بقى اسمها اف. تعال خد بقى اللي فوق مع اللي تحت، فين المسافه اللي ما بينهم؟ الهوريزونتال، فتبقى كده بوزيتيف اف في 1 علشان الفيرتيكال بيتضرب في الهوريزونتال. طب خد بقى الهوريزونتال اللي هو اف واف يمين وشمال، خد ما بينهم المسافه الفيرتيكال اللي هي 2 كده برضو انت يبقى بالبوزيتيف، فبقت بوزيتيف اف في 2. كل ده ايكوال الرقم اللي هو قايله 750. يلا يا جميل، اف في 1 بلس اف في 2 يعني 1 اف بلس 2 اف 3 اف.
نيجاتيف 150 تايم 3 بنيجاتيف 450 ماشيها بالبلس. 450 بلس 750 كام دي؟ 1200 صح كده؟ اعمل يا باشا ديفايدد 3 فيطلع الاف ايكوال 400. تنزل على اختياراتك هتلاقي 400 نيوتن. طيب اخر سؤال في التشوز. In the given figure AD is a light rod of negligible weight and of length 6 meters. ده كله 6 هو مقسمه كتر خيره، الامتحان بيبقى الراجل مظبط لك الدنيا. The shown forces measured in Newton and act vertically downwards as shown in the figure. If the rod was suspended from point E belongs to AD. حلو قوي. انا ما اعرفش لسه فين البوينت اللي اسمها E. هو قال belongs to AD line segment، يبقى مبدئيا مش من بره، هي من جوه عشان دول كمان كلهم like. It equilibrated in the horizontal position. Then the length of AE equal نقط. الله، طب يا جماعة ما احنا حلين شبه الكلام ده 10,000 مرة. طيب ايه فكرتها يا مستر؟ كنت دايما بقول لكم حط الاي ارزعها في اي مكان، مش فرقالي في اي مكان. مثلا ادي البوينت اللي اسمها اي، هينزل من عندها مين؟ لا نمسح بس السيركل اللي عليها دي ثانيه كده. ادي بوينت اي، هينزل من عندها مين يا مستر؟ هو الراجل قال ان الرود سسبندد فروم بوينت اي، هو سسبندد من عند الاي. طيب اول حاجه بنعملها بنجيب الريزلتنت. الريزلتنت 3 بلس 5 بلس 4 بلس 8، يعني مجموع الريزلتنت كله عشان لايك ب 20. حلو كده الريزلتنت ايكوال 20. وبعدين يا مستر بنبدا نقول ان سم المومنتس ايكوال مومنت السم، كلنا عارفينها والمستر قايل عليها 10,000 مره ومحذر. سم المومنتس ايكوال مومنت السم. انا عايز المسافه ما بين الاي والاي فهسميها اكس، وهقوم واخد المومنتس اباوت اي، وقوم قايل سم المومنتس ايكوال مومنت السم. يلا سم المومنتس كده ستريت لغت، فبقت 5 في 2 اللي هي 10 بلس، طبعا ما تاخدش 20 دلوقتي، 4 في 4 دي كلها اللي هي 16 بلس، 8 في 6 كلها 48. ها سم المومنتس ايكوال مومنت السم about the same point 20x. في ثانيه واحده خلصت المساله. اجمع طبعا 10 و16 ادي 26، 26 و48 ادي 20 و40 60 و14 تقريبا كده 74 equal 20x. ماشي ال 20 بالديفايدد يبقى الانسر 3.7 سنتيمتر، يبقى طلعت ان الاي اي 3.7 سنتيمتر. سؤال يعني يا جماعه بمنتهى الامانه يعني سهل وما فيهوش اي مشكله. دايما بنفتكر ان سم المومنتس ايكوال مومنت السم. اخر سؤالين الاسي بروبلمز او السؤالين المقالي. بسم الله. الراجل قال لي اي بي از يونيفورم رود اوف لينث 10 مترز، اداني الويت 44 يونيفورم اهو من النص ده 5 ودول 5. اف ذا رود از سسبندد فروم اتس تو اندز اي اند بي باي تو فيرتيكال سترينجز. حلو. Then find the vertical force F. ماله يا مستر؟ Which acts at the point C such that the tension at A is 3 times the tension at B. ده هو كمان عامل لك كتر خيره. ده هو عامل لي كل حاجه. يعني التنشن عند الـ A هسميها 3T وعند الـ B هسميها T واحده بس. وهو قال ان الرود سسبندد والتو فيرتيكال سترينجز. ماشي يا مستر، فايند الفيرتيكال فورس اف، هو عايز الاف. طيب كلام محترم جدا وما فيهوش اي مشكله. هو الراجل قال لي ان الرود ده ايكوليبريم، ما دام الرود ايكوليبريم فكنا دايما نقول اب ايكوال داون وما فيش طبعا رايت ايكوال ليفت، وسم المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. اب ايكوال داون 3 تي بلس تي ادي 4 تي بلس اف ايكوال 44. الله، ادي ايكويشن فيها تو فاريبلز مش هعرف اتعامل دلوقتي، لازم يا اما اجيب التي يا اما اجيب الاف. طيب الايكويشن الثانيه سم المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو، واحد مثلا ياخد سم المومنتس عند الاي فهيتبقى له اف وتي، فهيطلع له ايكويشن ثانيه فيها اف وتي حلها اوميتنج مع دي، صح.
واحد تاني قال لي يا مستر انا هاخد سام المومنتس عند السي. قلت له يا ابني ده انت كده هتكنسل الاف اللي انت عايزها. قال لي يا مستر ايوه انا هجيب التي وهرجع اعوض بيها. قلت له صح بصراحه سهله. سام المومنتس اباوت سي ايكوال 0 بقت نيجاتيف 44 تايم 3 بلس تي تايم 2 اللي هي 2 تي ايكوال 0. من هنا لو انت حليت يا باشا الكلام ده التي طلعت 6، هتمشي دول بالبوزيتيف وديفايد 2 طلعت التي ب 6. ارجع بقى عوض هنا 4 تايم 6 بقت 24 بلس اف ايكوال 44 ومنه اف ايكوال 44 ماينس 24 يبقى 20. ايه يا مستر عشان ده مقالي لازم تكتب كيلو جرام دوت ويت زي ما هو مديها لك. جميل قوي. السؤال الاخير in the given figure الراجل اداني AB is a uniform rod الويت ب 100 rests يبقى عليه equilibrium يعني with its end B on rough horizontal ground رف and smooth wedge. خلي بالكو smooth wedge عند السي ده كتر خيره عاملها كان المفروض يسيبها لنا. الويدج دايما الرياكشن عنده بيربنديكولار على الرود نفسه يعني دي 90 ديجري ودي كمان 90 ديجري. ما علينا. If the road makes angle 30 with the ground and the reaction of the ground سماها R dash. Makes angle 30 degree هي كمان مع الفيرتيكال. And the road is in equilibrium. هات لي magnitude ال reaction of ground اللي هو ال R dash. حلو. ده هو هنا راسم لك وكاتب لك كل حاجة ومحدد هو عايز ايه. الراجل عايز منك ال R dash بكام؟ طيب بص يا شباب. هو قال ايكوليبريم. بمنتهى الامانه انا واحد من الناس اللي لما بلاقي 3 فورسز وايكوليبريم بحاول اخليهم يتقابلوا في بوينت واحده واعمل لامي. لو تفتكروا لامي كانت بتقول ايه؟ كل فورس على ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين لو الناس فاكره. فانا ممكن اطول ده الار داش واطول الار واطول الويت وهيطلع هنا انجلز هجيبها واعمل كل فورس على ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين هتبقى سهله جدا. دي طريقه. طريقه ثانيه ان انا ابدا اتعامل معاها جنرال ايكوليبريم عادي جدا. ازاي؟ ان انا ابدا اعمل للار داش ريسولف. ما هي الار داش ده الرياكشن بتاع الجراوند اللي هو احنا اوريدي ما دام رف كنا بنعمل له ريسولف نورمال رياكشن وفريكشن فورس. فانا ممكن اعمل له ريسولف بمنتهى الشياكه عن طريق ال 30 دي مثلا. تبقى ار داش كوزاين 30 اللي هي روت 3 على 2 هي كوزاين 30 ار داش وهنا ار داش ساين 30 يعني هاف ار داش. نفس الكلام على الار. اعمل هنا طبعا انت لو طولت دي كده خلي بالك هنا مثلا عندك حرف يو هتلاقي الانجل دي طالعه برضو مع حضرتك 30 ديجري. تبدا تعمل ريسولف هنا وهنا. هنا بقت ار كوزاين 30 يعني روت 3 على 2 ار وهنا ار ساين 30 يعني هاف ار. اللي مش عارف يعني ال 30 جت منين يا جماعه هو حرف اليو اهو الكبير اللي هو ده مع ده عاملين حرف يو. دي كلها كام؟ اللي تحت 30 ودي 90 يعني 30 و 30 دي 60 يبقى فاضل هنا 120 حته منها ب 90 عشان ويدج يبقى فاضل هنا 30. المهم بعد ما عملنا كده نبدا جنرال ايكوليبريم اب ايكوال داون رايت ايكوال ليفت سام المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. اول حاجه لو قلنا هاف ار داش ايكوال هاف ار هاف ار داش ايكوال هاف ار شيل الهاف مع الهاف بقت الار داش بتساوي ار. ادي اول ايكويجن جبتها. اب ايكوال داون عندك روت 3 على 2 ار بلس روت 3 على 2 ار داش كده اب ايكوال الداون اللي هو 100. الله خلصت المساله. طب ما هي ار ايكوال ار داش يبقى شيل الار دي وخليها ار داش. روت 3 على 2 بلس روت 3 على 2 هتطلع على الاله روت 3 ار داش ايكوال 100. ماشي روت 3 ديفايدد يبقى ار داش ايكوال 100 على روت 3. ما تسيبهاش كده في السؤال المقالي هتلاقيها اضرب في روت 3 فوق وتحت يعني 100 روت 3 على روت 3 في روت 3 تمام. اللي هي هتكتب على الاله 100 على روت 3 تطلع 100 روت 3 على 3 نيوتن عشان هو قايلها بالنيوتن. طبعا زي ما بقول لكم في ناس هتستسهل اكتر لامي طول 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 هتلاقي الثلاثه تقابلوا في بوينت وتبدا تعملها لامي هتلاقيها سهله جدا جدا جدا.
احنا كده يا جماعه خلصنا الامتحان، يعني يمكن خدنا فيه وقت شويه علشان عمالين نشرح كل سؤال بالتفصيل وبنفتكر الجزئيه بتاعته. انت هتقرا اسرع من كده، هتروح على طول على الجزئيات المهمه من المساله وتلقطها، بس هتقرا بتركيز وتبدا تحل دايركت مباشره في المكان الواسع عندك، فهتلاقي باذن الله الوقت كمان قل عن كده ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب، شد حيلك، ذاكر، حل كتير، لو في اي ازمه واقفه قصادك ابعت لي على طول، هتلاقيني معاك دايما. بالتوفيق، سلام عليكم.